للأسف كمان في النظام التعليمي في بعض الأماكن أو في أغلب أماكن العالم ما بيديش فرصة إنك تقدم الاعتراضات على نظرية النشوء والارتقاء مثلا. دلوقتي في مجموعة اسمهم Intelligent Design، ناس مش مؤمنين بالإيمان المسيحي، مش كلهم مؤمنين، هي دي مش هيئة مسيحية أو دينية، بس درسوا الخطوات اللي بيتكلم عنها داروين في النشوء والارتقاء وقالوا ده مش ممكن يحصل في الطبيعة، تمام؟ وطبعا بيواجهوا بمقاومة شديدة جدا. في موقفنا الإيمان اللي بنؤمن بالخلق الكتابي بنواجه بمواجهة شديدة جدا 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 ضد هذا الخط، لكن لازم نوضح إيه الحقائق ونتكلم عنها بالعلم التطبيقي والعلم التشغيلي ونشوف إذا كانت تثبت ولا لا. فمثلا حاجة زي الحمض النووي ده، الدي إن إيه اللي فيه الشفرات الوراثية، هل ده ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة؟ تأكيد لا.